أقيمت أكبر فعالية للإبداع الشبابي تنوين في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء على مدى 3 أسابيع وسط حضور ومشاركة واسعة من مختلف دول العالم. الزميل طلال نايف زار الفعالية التي أقيمت في الظهران وجاءنا بالتقرير التالي. هي بالفعل قفزة إبداعية جديدة تضاف إلى سجل التميز السعودي. هي منصة تنوين التي جاءت لترسخ ملامح حديثة في عالم الموضة السعودية وتحديد لغات جديدة تساهم في تطوير وتعزيز مشهد الموضة على مستوى إقليمي وعالمي. منصة تنوين جاءت ضمن موسم الإبداع السعودي الذي احتضنه مركز إثراء العالمي، واختتم فعالياته بعد 3 أسابيع تم تسليط الضوء خلالها على الفرص المتاحة في جميع التخصصات الإبداعية التي من شأنها أن تعزز الجانب الإبداعي في الشباب السعودي لبدء رحلة الاستكشاف الجديدة وخلق بيئة تتناسب مع احتياجات المستقبل. فعالية تنوين هي أحد الفعاليات الإبداعية في إثراء، هي أول فعالية مخصصة للإبداع في المملكة بهذا المستوى. طبعا هي تدعم أهداف إثراء في نشر المعرفة ورعاية الإبداع والتواصل الحضاري والثقافي مع العالم. الفعالية مكونة من عدة أقسام، أحدها هي منصة تنوين. قدمنا أكثر من 61 متحدث من جميع أنحاء العالم من أكثر من 14 دولة. المحتوى الثري لفعالية تنوين الذي قدم 25 مجالا فنيا إبداعيا ذا بصمة سعودية وكشف الإمكانيات السعودية الموهوبة جذب أكثر من 60,000 زائر، وشارك بها أكثر من 60 متحدثا من مختلف دول العالم. فساتيننا احنا التريد مارك حقنا والعلامه اللي تبان الارت ورك حقنا هو التطريز، وان نبغى نخلي الفستان يكون له اكثر من دايمنشن واحد، يكون له يصير الفستان له 3D مو بس 2D مو 1D garment. ملابس حقتنا ما تتبع خط موضه معين، هو اللبس اللي احنا نصنعه اللي يعني اللي التصاميم مو انها قاعد تتبع زي ما تقولوا صيحة موضة معينة. تصميم السجادة الخاصة بالصلاة الموجودة في البيوت والمنازل، وهي فكرة من استوديو تشبرد، وهي مجموعة من المصممين البحرينيين حبوا أنهم يضيفوا طابع أو تصميم معاصر للسجادة الجديدة، فأزالوا حوالي 51% من نسبة النسيج، فالسجادة الجديدة فيها فقط 49% من السجادة الأصلية. وهناك هدف أسمى من هذا التصميم هي الاستدلال بمواضع الصحيحة للأعضاء السبعة للصلاة، موضع للقدمين، موضع للركبتين واليدين والجبهة والأنف، فإزالة هذه الأجزاء هي أجزاء غير مستخدمة. ويهدف موسم الإبداع الذي يعد أضخم حدث إبداعي على مستوى المملكة العربية السعودية إلى إحداث تغيير إيجابي في مجالات العلوم والتصنيع والموضة والأزياء والتواصل، وخلق بيئة ملؤها الابتكار والأفكار الجديدة التي تجعل من العالم مكانا أفضل وتزيد من قوة الاقتصاد. أفكار نادرة جذبت الملهمين من خلال 3 أسابيع مختلفة من المعرفة في مركز إثراء العالمي الذي قدم إبداع السعوديين في منتج مبتكر. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين من الظهران.